اهلا بكم في مقطع جديد من لعبة ديفيجن 2. مرحبا، الحلقة تقول انك هنا في مهمة لديفيجن وليس لتبني قطة. ترك العملاء اشياء في حال جاء احد. اعلمني لو غيرت رأيك بشأن القطة. طب نحن بنذبح بارنيل، في احد هنا؟ دارين عني ولا لا؟ ايش مسوين في السفرات عندي؟ اطلاق كذا في تأخير، يمكن ملقلق. انا ماني عارف الشركات الكبيرة كل ما ينظف يسوي صيانة ينزل اضافة صار في عندهم مشاكل. هل صاروا يتسابقوا ولا كيف؟ يعني كل واحد ينزل قبل الثاني، ما نعرف ايش الموضوع. اي نعم انهم بشر بيخطوا، بس يعني مو لدرجة انك ما تجرب اللعبة حقتك. يا عميدي شكرا لوجودك، اسمع لن تصدقني لكنني في صفك، عملت على افساد عملية كينر. اخترقت شبكتها، لا أظن الرايكرز يشكون، لكنني أفسدت الأمر، أظنه يلاحقني، سأراك بالمقهى. أشم رائحة عفنة من الملاذ، احذر يا عميل. رائحة عفنة. تم رصد طائرة هجومية للتمرد. فين الطائرة؟ ما عارف ليه رميت الخلاق، خوف من الطائرة دي. في احد؟ الهدوء هذا مو كويس. نبدأ نفك الباب. فين الطريق؟ فقد المقهى. مو قال حيقابلني هنا؟ فين طيب؟ يكون هو ده الميت؟ رصد بقايا بشرية، تحليل البيانات، هوية مؤكدة، ثيو بارنيل.
قلنا الهدوء هذا مو مطمئن. هذا ليس منطقيا. وقعوا في الفخ. ضحك علي ها؟ سوي قوي. خلاص بيسوي شغله. بفجر هذا جنبه. خلاص كذا غير التافه بيانات التعرف على وجهه المسجلة. أصلحت التلاعب ولن تكون مشكلة. لا تثق بما يقوله بارنيل. يتشكك وصنع ثغرة ليستغلها. شاهدت هذا من قبل. لا ينطلي الأمر عليهم. مليان. إنني أنا الحقير الأكبر هنا. العقراء قادمون. كويس انهم كلهم حمر يا فكرة. قاعد يتلاعب فينا مسوينا سايكو. لك اضغط الزر واعطيك هديه. اوكي. ليس ممتعا. استهبل علي ها. تم رصد طائره هجوميه للتمرد. كم طيارة ده جاي؟ بلحق الخلاط. في حد رايح كمان. راح سنايبر تحت. شبكة مجهولة. إشارة قريبة في المستشفى. لابد أن بارنيل هناك. بس إن شاء الله نحاول نغلق المهمة قبل ما يقفل السيرفر يطردنا على طول. أعتقد حيعيدنا من البداية. هذا هو. ما لي أدمجه. تم رصد جهاز إلكتروني. رصد جهاز الإسقاط ثلاثي أبعاد. بارنيل يصنع صورا مجسمة لنفسه. واخد منهم أكثر. فين الجهاز ده؟
اسوي صورة منه؟ اه اوكي، يعني مو حقيقي اللي شفناه. كم عندنا سبيشالست؟ 4. دول يستنوني. تعال يا شجرة. في واحد جاي. هذا مسوي صورة برضه. مو حقيقي. أيها العميل، هناك أخبار لك. كنت أبحث في تسجيلات الديفيجن وعثرت على دليل لفساد مؤسساتهم. هل برأيك عزل الديفيجن عن واشنطن لأسباب سياسية؟ أم ماذا؟ علينا العمل معا. أي حاجة أتعامل معك مضبوط. تزداد إشارات بارنيل. يبدو أنه في غرفة الأمن في أعلى المبنى. يحتاج العميل إلى دعم. بين الطريق هنا. ايش يجو؟ انها ذكية، عرفت انني سأبحث. اوكي، هذا هنا كان مضروب. حتى ان مضروب بياناتهم يستحيل ان يتمكنوا من تغطية مسارتهم. في النهاية سينكشفون وسأكون مستعدا. كينغستون قتلت والدي لحماية وورد. اشياء كويسة. في احد ورا الباب، يعني حفك الباب على طول حلاقي واحد في وجهي. صنصير هذا شكله. صورة حقته ذا. إنه يجري أبحاثه. هذا ورا ورا. رصدت نقطة وصول. خلينا نحط الخلاط حقي من فوق. تم رصد طائرة هجومية للتمرد. حرقنا يا جدعان. ايش نسوي؟ نستخدم ابحاث بارنيل. جاري تخطي
آمنت. آمنت فيها تحويج على حسنا رودز، أرينا ما لديك. سأتصرف يا كيلسو، سنتخلص من هذا بسرعة بسبب أيدي. لا تستحقون هذه القوة، لا تستحقونها. بعد والله الخلاط جلدهم جلد. جات الشقرة انجلبت والثانية انجلبت. كان فكرة كويسة حطينا الخلاط قدام. تم مسح النتائج. الملفات المتاحة 1. الملف الصوتي. تريد بحثي؟ لكن لم تقل الكلمة السرية. مع الخوادم لا شيء هنا. علينا التحرك. حذف كل شيء. تم رصد طائرة هجومية للتمرد. تم اعتراض رسائل الأعداء. يا قاضي، قل هل أبقيت الراديو مفتوحا؟ أنا هنا. ما زلتم تسيطرون على الأمر، صحيح؟ بالطبع. أنا قادم. الديفيجن قريبون. استعدوا. ولسه في معركة. يروا خوفا. تم رصد جهاز متنقل. من درايغوف؟ كانوا تحت الماء ولا كيف؟ انا حطيت الخلاط هنا كويس الجدر. في واحد كبير جاي. قلع. من اللي راح فجر لنا ولا دخل راجل دخلت جون سينا هذا. أعتقد هيهرب. أعترف، رياضي أكثر مني، وسأهرب رغم هذا.
تعرف أنك لست الطيب، أنت تسفك الدماء، أنا أسعى للحقيقة. تذكر لا تثق بفارنال، سيفعل أي شيء ليتخلص منك. لا أكيد. تفقد تركيزك، تخلص من الحقير. دور في شيء ما في. ماني قاعد اضرب مين. دعت الملاعب. راح احضره. في تأخير في الطلق، ماني عارف ليش. شوف الحين يطلق. تم اعتراض رسائل الأعداء. كيلر إنه أنا، أحتاج لإخلاء. أرسل مروحية. بيهرب ها؟ لن أفعلها. أوه ما بيهرب. هلا سحب عليه كينر. لقد حاصرته. يلا يلا خلينا نذبح. بقي 11 دقيقة. بس باخذ لي بوزيشن كويس. ايوه هذا كويس. لو حطيت الخلاط هنا يكون ممتاز. اذا بعيد عنه بنقدر نصيدهم واحد واحد. اختراق المدافع. لا تزال لديه بعض الحيل. تعقبنا ساعة يده إلى حديقة قريبة. طلنا المدفع. إن شاء الله ما يلحقنا المدفع منه. ليه مو دار عندنا المدفع. هرب هرب دا تعال تعال. وين روح أنت؟ لازم خلاص ما بقي، لا أدمر المدفع الرشاش ده. تبالي ها.
زمان. أنا أعتقد إنه حضر جوله. نادر عنده إحساس. فين؟ جينا من هنا. تم تأكيد الهوية العميل ثيو بارنيل. خطأ، تم رصد إشارة متعددة. فجعني يا راجل. ما هذا؟ أي تعتقد؟ كم يملك من هذا؟ عندما تفقد الثقة اضرب كل شيء، وهذا ما تبرع فيه. طيب ناخذ لنا هذا بوزيشن كويس صح؟ هاي حطينا هذا هو اللي فوق. أبغى رئيس الثاني. وهذا الدمي. بلد بحاجة اروح عبد الرصاص. انه ما يطمن، ممكن حين يجيك احد كبير. خلينا ناخذ رصاص سبيشل. في كان سبيشل فين؟ هلك سريع. رصد عميل متفرد. اوه الله طالع. كده شوية انفجر. كان فوق وها برضو. هذا قاعد يقفل على نفسه كل شوي. ما هو فين؟ من فوق ابن ليه؟ لا الو
يا هو غتيت هذا كل شوية قفلها. دمر هذا شغل ثاني. في واحد وراي يضربني. مرة مكاني مو كويس. هذا هو ضربني. هذا هو الحيوان. والله بقي اقل من خاصة غامر. يلا نشيل بسرعة. صح؟ ما بقي شيء يكفل السافر. أنا قادر آخذ الأشياء حقتي دي. أنك تجاوزت هذا دون ضرر، فلتستعد البيانات من بارنيل. الحمد لله يا راجل على الوقت الخاص حقفل السيرفرات. إشارة منه لكنه يشغل بروتوكول المسح. طيب لكنني حصلت. تمنيت لكم بيوم سعيد، نشوفكم مقطع جديد. لكنه حاول اختراق خادم احتياطي. خادم عليه بيانات مسحة؟ غالبا هذا سيتطلب العثور على الخادم واختراقه واستخراج الملفات. لدي أمر، لكن ساعة يده ستساعد.